كنت من الأساس أنا بشجعهم على طول إنه يفلوا لأنه نحن ما في مستقبل هون. بس لما فلوا تغيرت حياتي كلها. صعبة كتير صعبة الهجرة، ولما تكون عائلة كبيرة وما يعود في حدا. فراغ كبير، فراغ كبير أكيد. كان البيت مليان، هلأ رواق. ما بنقدر نحس بزعلهم، بس قلبي بيقدر يعرف قديك الواحد منه زعلان. اخر شيء بعرف انا انه ابني او ولدي او ولادي رايحين ليعملوا شيء بحياتهم. بده يجي يوم انا اموت قبلهم، بموت انا وراسي مرتاح انه منن هون. ايه ماما، تفاحتهم بالبراد وفيك تخليهم برا اذا بدك اياها مسقعه حتى بالبراد، وبدك اياها عادي انه مسقعين لحالهم بالجو كمان فيك تحطهم بالبراد. ما بقى حدا يقدر يطلع بأكله، ما بقى حدا يقدر يطلع بشربه، واللي عم يقدر يطلعهم بالحلاش عم يقدر يعيش. كتير صارت حياتنا صعبة. حرقوه للبنان، حرقوه، حرقوا اقتصاده، حرقوا العالم اللي فيه، كل العالم نفسيتها تحت الأرض مثلي ومثل. أنا كنت بعتبر حالي قوي كتير وأنا انه صبور وعقل كبير وهو كنت افتكرهم كلهم. بس لما وصلت لهالمرحلة لا، لقيت حالي انا مش هيك، ما بيأثر. حدا بده يضحي قدام حدا وانا بضحي بكله، اذا كان مستقبلهم هيك واحلى من هون انا بتحمل كل هذا العذاب ومن يمشوا. حدا عم يفهم الوضع، ما شرط نبكي، الوجع واضح بدون ما ننزل دموع ولا شيء. لو البكي بردن كنا غرقنا الدنيا بدموع. بس اذا حدا لسه عنده نطفة ضمير، في جثث مختفية بالبحر عند اهالي ناطرته واصحاب واهل واطفال ناطره ابوه، ما حدا سألان عنهم. آخر مرة قال لي إيه؟ قال لي يا أخي أنا مخنوق، ما عم يصير معي شيء مزبوط، ما عم أقدم خطوة لقدام. كل ما أحاول أقدم خطوة لقدام برجع 100 خطوة لورا. ما عم يزبط معي شيء، ما في أشغال، ما في شيء. إذا فرجيك صور ولا خيب بيحترق قلبك عليه. شاب مثل الوردة. حدا من اللي رجعوا إجا لعندي وقت العزا عم بيعزيني بخيي الله يرحمه. في واحد شخص يعني في واحد كبت ابنه بالماي، هيدا اول واحد اتصل فيني خبرني انه اخوك نط بنهار الجمعة بالماي. كان على اساس الزلمة على اساس انه شيرين الفلوكة 30 شخص يطلع بقلبه، تفاجئوا انه في معهم عيال و50 شخص. وانا عون انه مش ما نزيد طقل على هالفلوكة، حنلحق كنا احنا بفلوكة تانية عم نلتقى بالمنطقة المعينة على بشو بهالاتجاه، هن من تاني نقطعوا من الميزوت. هو كان نقطة نهار الجمعة لبعد لنهار الخميس للبحر بعته، ما هن برموا على لقوا. أنا منو ابني أخي،
اتمنى لو فيني افدي ابني او بنفسي بفدي. لو كان برا انا متأكد لو كان كلب غرقان برا طلعت هليكوبترات البلد كلها وغواصين وغطوصين وبوارج، لانه له قيمة رح نروح الى قيمة عندهم. هون نروح عم يقتلونا ما تفجير المرفأ، شو بتعلقي عنه مثلا؟ شو فيك تعلقي عن تفجير المرفأ؟ مين تحوسب؟ مين مسؤول عنه؟ So we're cleaning this area right now, and we're gonna go through multiple areas in the region to clean it up, to clean all the rocks and stuff that fell from the buildings. Most of us here are applying to universities abroad, so most of us are applying to leave Lebanon in the near future. It's not safe to live here anymore, yeah. Especially if these like politicians and political parties are still in charge. Yes. It's definitely like that. None of us want to stay. Yeah, we love Lebanon. Lebanon is really nice, but you can't live here anymore. It's really bad. It's really like unlivable. هلا أنا قويه من وراه هو. حياتنا حلوة كتير كانت طبيعية، وإن شاء الله إنه بتضل. صحيح نحنا خسرنا غسان، بس بعتقد إنه حياتنا بتضل مثل ما هي، بنضلنا نحب بعض ومجمعين بعض ومع بعض. نحنا كنا هون وقت الانفجار بالبيت، ما فيني أدعس على الأرض قد ما في أشياء بالأرض. إذا علت إجري وبدي أدعس ما فيني أدعس قد ما في إزاز وغراض وأشياء واقعة بالأرض. صرنا ندق على المرفق، ما حدا بيرد على خط المرفق، ما حدا بيرد على خطه مسكر. انا شو قلت انه يمكن هاي الانفجار شي محل وراحوا الخطوط هيك على سبيل الضغط تبع الانفجار. يعني بعد شي 15 يوم نحن ب 14 الشهر عرفنا. ما فيني اقول لك، يعني هلا هي شغله ما بتقدر تستوعبيها، يعني من بعد ناطرة، يعني أنت ناطرة وبتضلك حاطة أمل في أمل، يعني كل ما هو نحن ما نعرفين شيء، يعني في أمل يكون في شيء إنه يطلع، إنه هو مثلا مش إنه ما بو شيء بس إنه منيح. أبونا بشارة بعد ما أعلنوا إنه قديس، عندي له صورة على البراد. يعني تاني يوم نحن عرفنا، يعني قبل بليلة أنا قد ما كنت معصبة، يعني واحد مقهور، كنت على البلكون وفايتة قلت له، طلعت فيه على البراد إنه أنت بتعرف هو وين، وأنت بتعرف شو بو، وكل شي عنه أنت بتعرفه. لا ما بتقلنا وينه، لا ما بتقلنا شو بو، إنه هيك يعني مش إنه كان عندي عتب عليه، بس إنه وينه. كان تاني يوم حدا بدق له لإلي وبقول له إنه طلع إنه في فحص دي إن إيه طبق على، كان في جبتي يعني وطبقت هي وفئة الدم، يعني طبعا دي إن إيه. ما فيني أقول لك قديش هي صعبة من بعد هيدي النطرة، إنه أنت ممكن يكون في أمل، ممكن يكون في أمل، وطلع اخر شيء ما في شيء. وفي ناس كتير مثلي، وفي ناس كتير ما عندهم بيوت. نحن رجعنا ركبنا ازاز ونظفنا وقعدنا باللي بينقعد فيه، بس في ناس السقف عندهم راح، ما عندهم شباك يسكر، لا ازاز ولا حديد ولا شيء، ما عندهم شيء. يعني ما بعرف كيف،
ما فيني اقول لك اكثر انه للاسف 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 ما عندنا نحن دوله، ما عندنا طبقه سياسيه، عندنا تجار، عندنا تجار بتجروا بالعالم، بتجروا فينا، توقع بالارض، بيدعسوا، اذا فيش محل يدعسوا يفشخوا عنك بيدعسوا عليك وبيقطعوا. هيدي الطبقه السياسيه عندنا للاسف. فمشان يضل قاعد بوجه العدو، والعالم اللي ماتت كانه هن رشوا دواء لبرغش او ل شيء يعني حشرات وماتوا هودي وخلصنا، هن هيك فكروا. بس في ربنا ايش يعني شايف كل شيء، انا بتكل عليه وهو بياخذ حق كل انسان، حق كل انسان بيخد.